السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في قناه Learn English with صلاح. كما قلت لكم المره اللي فاتت غنحط لكم جميع مواضيع الرايتينغ ديال الباك العادي والباكحور. دونك هذا الموضوع هذا كيهضر على اهم اختراع، يعني هنايا انا اخترت لكم الموبايل فون، يعني الهاتف النقال. يعني تقدر دير بوز للفيديو وتكتبو وتعقل عليه وتشوف الافكار كيفاش محطوطين وان شاء الله يكون خير. يعني الا مشيتي مع الفيديو كامل اي موضوع بان لك وقف حتى تقراه، خذ افكار عليه او لا تقدر تكتب نفس الموضوع الا بغيتي. اوكي، دونك درت لك هنا تقريبا 14 الموضوع ولا 15 الموضوع بما فيهم موضوع كورونا فيروس اللي عليه يعني اصداء بزاف انه غادي يقدر يتحط هذا العام هذا. يعني راه كتبته غادي تلقاوه في الاخر ديال الفيديو. يعني الاسلوب راه سهل وسهل حتى الا بغيتي تحفظو راه سهل، يعني تقدر تقرا عده مرات وغادي تقدر تشدو في عقلك باش نهار يتحط لك ان شاء الله واحد منهم راه تقدر تكتب عليه. الموضوع الثاني كيهضر على ساينس فيكشن فيلمز، يعني كتراسل صاحبك يعني في شي دوله وكتقول لي انه يعني اشنو كيعجبك في الافلام، يعني التايب اوف فيلمز ذات يو لايك. هو قال لك انه كيعجبو ساينس فيكشن، انت غادي تقول ليه، يعني هو سولك قال لك وات اباوت يو، يعني شنو ماذا عنك، وات كايند اوف فيلمز دو يو لايك موست اند واي، يعني شنو نوع الفيلم اللي كيعجبك وعلاش. هنايا معطيه لك باراغراف don't forget that ديما الرايتينغ عليه 10 نقاط، يعني الا جبتي 8 نقاط ولا 7 راه مزيان وبزاف. يعني هنا معطيه لك باراغراف خصك تكملها. هنا قال لك I'm happy with my school but I think it still needs some improvements، يعني انا فرحان بالمدرسه ديالي ولكن محتاجه بعض التغييرات. يعني هنا كتكمل الباراغراف ديالك. جينا الموضوع اللي مهم بزاف هو drop out، يعني الهدر المدرسي اللي يعني كيتحط غالب الاحيان في المواضيع ديال الكتابيه ديال البكالوريا. دونك معطي لكم طابلو الفوق، هما كيعطيو لكم في الورقه ديال الامتحان فيها يعني الاسباب والنتائج وانت كتنظم الافكار ديالك. دونك انا كتبت لكم بالطريقه اللي خصكم تحطوا فيها وحاولوا تعقلوا عليه حتى هو وتنظموا افكاركم مزيان. جود لك. هاد الباراغراف هادي تعطات في الامتحان I think 2011-2012، هضرات على انه علاش انجليش لغة مهمة ان الانسان يتعلمها، وكاين ترتيب افكار، كاين روابط، كاين بزاف ديال الامور اللي خصك تضبطها. دونك هو الموضوع مكتوب and good luck. هذا موضوع اخر كيهضر على ايميل يور فريند، كات ايميل يور فريند على قبل انه كتهني على الاختيار اللي دار في الجامعه يعني كدراسه وكتقول ليه شنو هو الاختيار اللي درتي انت وعلاش اختاريتي هذاك الاختيار. اوكي، برين درين اللي هو هجرة الأدمغة من المواضيع اللي كنا عطيناكم في القسم، يعني على أساس أنه فيه فوكابري، فيه ايدياز، فيه أفكار. تقرا يونيت كامل على برين درين، هجرة الأدمغة، وكنا درنا محاولات في القسم للكتابة باش أنكم تعلموا تكتبوا. دونك راه محطوط في الامتحان ديال الباكالوريا حتى هو، حاولوا تخدموا عليه مزيان وها هو النموذج ديالو. هذا موضوع فاني شويه كيهضر على يعني شنو بغيتي كهديه في العيد ميلاد ديالك. هنا انا اختاريت لكم موبايل فون لان الموبايل فون هو اهم حاجه كيبغي اي واحد تكون عنده، يعني كهديه شنو بغيتي يكون عندك. انا اختاريت لكم موبايل فون، يقدر اي واحد يختار اي حاجه، تقدر تختار اي حاجه وتبدل بعض الاشياء في الموضوع ولكن تقدر تخلي موبايل فون راه مزيان حتى هو. جود لك. هذا الموضوع ولا هذا البروغراف هذه تعطات باش انك تهضر لصاحبك ولا الصديق ديالك ولا الصديقه ديالك على يعني اوقات الفراغ ديالك شنو عزيز عليك دير فيهم، ان يور فري تايم ولا ثيرد تايم ولا سبير تايم، شنو عزيز عليك دير، يعني اوقات الفراغ ديالك
أشنو باش كتعمرهم؟ هذا الموضوع هنايا كيهضر على ادفانتاج ديزادفانتاج ديال وسيله النقل اللي هي السياره. The car is good and bad. تعطوكم هنايا some ideas بعض الافكار وانت ما عليك الا تنظمهم في الباراجراف اللي غادي تكتب. دونك هو النموذج عندك. الموضوع الثاني اللي كان تعطى على The internet is good and bad. علاش الانترنت ولا شبكة الانترنت مزيانة وخيبة؟ كتوضح يعني كتحاول تنظم أفكارك علاش زوينة وعلاش خيبة. دونك الموضوع هو مكتوب كنموذج تقدر تحفظ عليه وتكتبوني هو. هنا هذا الموضوع هذا كيهضر على انك تكتب لصديقك باي ايميل، تكتب ليه واحد الرساله اللي غتقول ليه فيها انه احسن بلاصه زرتيها في حياتك وعلاش. مثلا تقدر تختار اي دوله اي مدينه زرتيها وتحاول انك تشرح ليه علاش، تعطيه يعني argumentative paragraph، يعني تعطيه بعض reasons why عجبتك هذيك المكان وعلاش تقدر تنصحه انه يزوره حتى هو. دونك ها هو النموذج عندك. هذا نموذج اخر، انه شنو كدير في اوقات الفراغ ديالك باش كتعمر الوقت ديالك، شنو هما الحوايج اللي عزيز عليك، شنو هما السكيلز ولا المهارات اللي كتبغي تكتسب ملي كيكون عندك وقت اضافي، ولا الهوايات اللي كتبغي تقوم بهم، ولا يعني ها هو الموضوع نموذج تقدر تكتبوه هو نيت. وموضوع الساعة اللي قلت لكم اللي هو كورونا فيروس اللي عنده واحد 70% ديال الحظ انه يكون في الامتحان ديال الباكالوريا. دونك هو حاولت ندير لكم باراجراف صغير المرة اللي فاتت، عطيتكم موضوع كبير شوية ولكن كتير على الامتحان ديال الباكالوريا. دونك حاولت ندير لكم موضوع يعني صغير من ناحية الفورم، يعني يكون سهل في الحفظ ويجيكم سهل في الكتابة. good luck، نتمنى لكم خير ان شاء الله، وما تنساوش تبارطاجيو مع كل شيء.